لأول مرة في دور صعيدي النجم عمرو يوسف في طايع. طايع مسلسل مهم جدا، بيشارك فيه عدد مهم من النجوم، صبا مبارك لأول مرة في دور صعيدية، أيضا عمرو عبد الجليل، فنانة الكبيرة سوير المرشدي، فنان جميل هشام سليم وأحمد داش. المسلسل تأليف الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب، اللي قدموا لنا مجموعة مهمة جدا من المسلسلات قبل كده، وإخراج عمرو سلامة. طايع مسلسل تلات ارباعه خارجي في بشغل كتير جدا في الصعيد، هتتفرجوا على عمرو يوسف بشكل جديد مختلف، ويعني اداء الحقيقه مختلف. خلونا نشوف جزء مشهد اختصونا به يعني الفريق بتاع طايع، مشهد من مسلسل طايع لعمرو يوسف. تسأل محمود مضيت واعترفت المحضر بمضتك؟ اتفرج عليك مدتك، فضلك كام يوم وخارج، واحنا خلاص سامحناك، يلا على زنزانتك. أنا ضميري بيأنبني يا باشا، أنا ضربت الراجل في وشه بسلاح، وعلاجه أكتر من 21 يوم، يعني جناية. تعالى يا طايع، أنا عارف أنت عايز تلبس نفسك قضية عشان تزود مدتك في السجن، زي قضية السلاح اللي أنت اتسجنت فيه. أنا اتمسكت بفرد بتاعي مش مرخص. مش شغلنيش يا طايع، انت رحت سلمت نفسك بسلاح مش مترخص عشان تتسجن. معلش انت بتتكلم عن ايه يا باشا؟ الطار، الطار انت هربان منه بسجنك وعايز تفضل طول الوقت هربان. شوف انا ممكن اخلصك من طارك، وانا عصرا مشاكلهم كتير، احبس لك الجوز وخرجك بره. وايه المجابل يا باشا؟ تساعدني اجيب حرب الاول. حرب مين؟ حرب العتيبي؟ انا عايزه اكمل المسلسل. طايع عمرو يوسف، يعني هقول لكم بعد قليل امتى هيكون على سي بي سي.